السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في شهيوات معي شهيوات أم يوسف. اليوم كما كتشوفوا إن شاء الله غادي نقدموا هذا الكاتو رائع لذيذ جدا ومنظر ديالو راقي. تابعوا معايا كيفاش كيجي على هذا الشكل. هذا في ثلاث طبقات ان شاء الله. تابعوا معايا الفيديو باش نشوفوا مراحل التحضير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا ان شاء الله غادي نحتاجوا لهاد الحلوه هذه. عندي هنا واحد الباكي ديال هذا البسكوي هذا البودوار. عندي هنا قهوه سريعه الذوبان، نصف كاس من الشونتي غبره. عندي هنا ثلاثة العلب ديال الفلون كراميل، هاد الشكل هذا اللي كيجي مع السيرو ديالو. وعندي هنا واحد لابانان، ومن بعد عندي واحد فلون كراميل للتزيين. هاد كاطو كيجي ساهل، المنظر ديالو زوين وكيتحضر بسهوله. اذا اول حاجه غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نخوي فيه هذاك الكراميل. عندنا ثلاثة ديال الغلال. دائما كنقول لكم الكميه على حسب الاطار اللي عندكم اللي غادي تحضروا فيه هذاك الحلوه. تنضيفوا له هذاك نصف كاس ديال الشونتي غبره. تنحاولوا نطربوا هذه المكونات كلها. هي الكريمه ديالنا ها هي، طلعناها كتجي على هذا الشكل هذا. تنحطوها على جنب، تناخذوا الاطار اللي غادي نخدموا فيه. نقرب لكم شويه الصوره. كنا ناخذوا هذوك لي بسكوي وغادي نحاولوا نقدوهم باش يجيونا على هذا الاطار دائري. ومن الاحسن اللي كان عندكم اطار مربع، انا عندي مربع ولكن كبير بزاف بالنسبه لهاد المقادير اللي عندي. تنحاولوا نغمسوهم في ديك القهوه. ونبداو نستفو فيهم بحال هذا الشكل هذا. من بعد ما عمرنا الاطار ديالنا، ها هو قدينا على هذا الشكل الدائري هذا. غادي ناخذ ديك الكريمه وغادي نحاولوا نخويوها فوق منها. الكريمه كتجي لذيذه جدا. تنبداو نقادوها. كما كتشوفوا واحد الديسير اللي ما كيطلبش واحد المقادير اللي هي كثيره ولا واحد الوقت اللي هو طويل.
سنحاول دائما ان شاء الله نجيب لكم يعني بحال هكا حلويات ولا فكرات ولا ديسير اللي هو في متناول الجميع، يعني ما فيش تعقيدات، يعني لاشين ديالي كما كنقولوا هي خاصه بالمبتدئات، يعني باش يزعموا يحضروا هذه الانواع ديال الحلويات في ديورهم وديسير. بعد ما قدينا هذيك لا كريم، دابا غادي ناخذ هذيك لا بانان اللي عندنا، سنحاولوا هذيك الدوائر ديال البانان وتنزوقوا بهم هذه الوجيهه هذه. هي زوقتها بالبنان من الفوق، نديرها في الثلاجه تبرد ونمشي باش نحضر هذاك الكراميل اللي غادي ندير ليها من الفوق. ناخذ واحد كاسرونه، هنا درت فيها جوج معالق ديال السكر، وغناخذ هذاك الفاني ديال الكراميل وغنزيدو عليها. وغندير معاها كاس ديال الماء، غندير فوق النار يغلى بحال كي كنحضروا الفلو، حاول باش ما يبقاوش هاد الحبيبات. انا بعد ما حضرنا الفلون كراميل ها هو خليته دفى، دابا غادي نبدا نخويه من الفوق، ما نحاولش نكثر غير باش يعطينا واحد المنظر اللي هو زوين ويشد لينا داك البنان. عندكم صوص كراميل يمكن لكم ديروها. نحاول غير نغطي واحد البنان هذا باش ما يكحلناش. صافي يمكن كلشي امر زين باش ما يبقاوش هذوك البلايص خاويين. نحاولوا كاع داك البنان نغطيوه، صافي ونديروها في الثلاجه، هي خصها تبرد مزيان. كنظن البركه صافي صافي. دابا انا ندخلو هاد الثلاجه ونخليوها تبرد ومن بعد نتلاقاو ونشوفوها كيفاش غادي تكون. الطورطه ديالنا كتجي على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، انتو كتشوفوا هاد الطبقات، طبقه ديال البسكوي وهذه الطبقه ديال الكريمه وهذه الطبقه ديال الفلون كراميل. هنا زينتها بخطوط ديال الشوكولا، وهادو صوبتهم غير بدوك القوالب البلاستيكية موجودين دابا في السوق الخاص، فيهم أشكال عديدة وانتوما زينوها كما بغيتو. كنتمنى تعجبكم هاد الحلوة هادي وتجربوها، لأن مقاديرها بساطين بساطين بزاف وكتجي رائعة في المذاق. إلا عجبتكم هاد الوصفة هادي ديرو جامل فيديو، بارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم، ما تنساوش التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.